السلام عليكم بنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. واليوم رجعت لكم فيديو جديد. اسمحوا لي، وليت كنتعطل عليكم في لي فيديو، وصراحه ماشي يعني الخاطري. كما كتشوفوا راني جيت، راني كاينه في داري في فرنسا تقريبا. هذه شي سيمانه هذه باش جيت. صراحه يعني المهم ما بقاش عندي ديك الرغبه كي كانت في الاول باش نصور دي فيديو. يعني دي فيديو صراحه كانوا موجودين، ولكن بغيت نمشي معكم ايطاب باغ ايطاب، حقاش كنا عندي فيديو ديال السكتشات وافلام قصيره. ولكن قلت نبقى مع المشاهدين ديال ايطاب باغ ايطاب. ديجا انا شاركت معكم مرة ديال الجده ديالي، وشاركت معكم الوفاه ديال الجده ديالي، وشاركت معكم انني هبطت المغرب، ودابا ضروري خاصني نبقى غاديه يعني نعطيكم يعني الاخبار ديالي اول باول، وعاد ان شاء الله غادي نحط لكم هذوك لي فيديو ان شاء الله اللي صورت وباقين عندي في الميموار. المهم صراحه بغيت نشكر البنات، يعني كاع الناس اللي سولوا فيا واللي عزوني في الجده ديالي، وصراحه اللي بقات فيهم جده ديالي. وصراحه اسمحوا لي بكيتكم في هاد الفيديوهات الاخيره اللي حطيت، ولكن هذه هي الشخصيه ديالي. انا كنت فرحانه كنشارك معكم فرح ديالي، كنكون نشيطه كنشارك معكم النشاط ديالي، وحتى في الاوقات ديال الحزن والاوقات الصعيبه اللي كدوز عليا في الحياه ديالي كنبغي نشاركها معكم. المهم كنتمنى تقبلوا عليا. المهم اليوم فيديو جديد صراحه، فيديو اليوم ما يكونش فيه لا روتينات ولا حتى شي حاجه. يعني بغيت نشارك معكم غير بعض الحويجات اللي جبت معايا من المغرب، ونشارك معكم كما شفتوا من العنوان ديال لا فيديو اش وقع ليا في المطار. المهم اول حاجه غنبدا بها هي نوريكم اش نخلص من المغرب. صراحه انا كنت يعني يعني عندي واحد 20 كيلو ديال الباجاج، وما كانش خاصني نفوت اكثر. علاش؟ حقاش انا عندي دراري صغار، عندي جوج ديال وليداتي، وكنت بوحدي في المطار، وكان عندي لابوسات يعني ما نقدرش يعني نقابل هنا وهنا وهنا، ما نقدرش ندير بزاف ديال الباجاج. المهم دخلت داكشي اللي انا كنحتاجه مهم وضروري عندي هنايا، وصراحه كنلقى هنا ولكن ماشي بحال الكاليتي اللي كيكون في المغرب. اول حاجه بغيت نشارك معكم هي هاد الكميميسه هادي اللي فيها يعني كاع داكشي اللي كيتعلق بالمواد ديال التجميل هذا. المهم كتشوفوني بعدا لابسه انا هاد البيلبين، حقاش بدا عندنا البرد. كاين اليوم الشتا شتا شتا بزاف، وكاين البرد، ومشى على الشوفاج، ومع ذلك لبست عليا انا مبراده، لبست عليا هاد البينوار هذا. المهم عرفت الجو كيفاش داير في المغرب، ولكن كنعيط لماما كتقول لي راه كاين حتى هما عندهم البرد، وحتى اختي في ايطاليا عندهم البرد، واختي في اسبانيا عندهم البرد. يعني دابا صافي البرد بدا، صافي مرحبا به. المهم نشارك معكم يعني هادو اللي خديتهم صراحه غير من واحد المحل اللي كاين في المدينه اللي كتعيش فيها الام ديالي، وصراحه عنده داكشي زوين وغزال وكلشي عنده بمواد طبيعيه. شوف معايا خديت جوج ديال القريعات هنايا ديال زيت ديال الارغان، هما كتشوفون مكتوب عليهم بيو طبيعي، زيت ديال الارغان. هذا الخاص بالتجميل، خاص بالوجه والبشره. المهم صراحه كيدير اثمنه غزاله، حقاش خديت عنده بزاف ديال الحوايج. مسكين دار معايا اثمنه يعني مخيره، بحال هادو خديت كل قرعه ب 20 درهم يعني هذه، وسمع القرعه يعني كبيره، يعني ماشي ما عرفتش شحال ملي اللي تخفيها ما كاتبينش. مي صراحه الله وكتبقى حتى 2024 عاد كيبقى، يعني كيبقى واحد المده اللي هي طويله. خديت منهم جوج ديال القريعات. كما كتعرفوا فوائد ديال الزيت ديال الارغان بالنسبه للبشره، وصراحه انا ما كانش عندي، كان عندي ديال الماكله ولكن ديال البشره ما كانش عندي، وخديت هاد جوج قريعات هادو. ان شاء الله غادي نشارك معكم فيديوهات قديمه هكا في يعني في ماسكات. وهذا ثاني حاجه حتى هي ما نقدروش نستغناو عليها، يعني الماورد المقطر طبيعي، ها هو هذاك يعني اللي كيكون هنا صالح لبشره الوجه، للتجاعيد، للتجميل، احمرار العينين، وضد الحمى، ها هو. وفضلت اني ناخذه ببخاخ، بحال ما كان كيسهل عليك هكا بعض المرات ملي كديري غوماج وديري اماسك، كيسهل عليك انك ترشي البشره ديالك بحال هكا. ما قلت لك بعض المرات كنعكزو نديرو القطن، وهذا هذا كيكون صراحه بخاتيك وسهل. خديت الزيت ديال الخروع، هو مكتوب هنايا، هذا معصر طبيعي. كتشوفوا انه ماشي مو دوك لي كوزميتيك اللي كيكونوا كيبيعوا لينا حنا في اغلبيه ديال العطار، وهذوك صراحه ما كنصحكمش تاخذوهم. دائما خذوا الحاجه اللي كتكون معصره على باليد، وكتكونوا متيقنين منها 100% انها يعني طبيعيه. هادو حبوب اللقاح، يعني غنيين عن التعريف.
صراحة المنافع ديالهم كبيرة بالنسبة يعني بالنسبة للجسم، بالنسبة للناس اللي عندهم الفقر ديال الدم، الناس اللي كيحسوا بالسخفة فاش كيفيقوا. صراحة راه حبوا باللقاح هادو واحد الحاجة اللي هي مهمة. هادو كتاخذوا واحد المعلقة مع الصباح على الريق باش يكون يعني الجسم ديالنا كيكون سهل عليه انه يمتص هذوك لي فيتامين على الريق، معلقه مع الصباح على الريق، معلقه غير صغيره وما خصكمش تكثروا منه يعني وقت ما تاكلوا، معلقه فقط وحده في الصباح على الريق حتى هو خديته. بالنسبه للاثمنه البنات والله ما عقلت، المهم هذا ب 20 درهم باش خديته، هذا حتى هو جبونس 20 درهم كما قلت لكم، هذوك الاخرين حتى هما 20 درهم 20 درهم. خديت الحنه، خديت الحنه هنا، خديت نص كيلو رابعه في رابعه حنه غنيه على التعريف. خديت هاد الغسول، ها هو هذا غسول مسقي بالاعشاب، مسقي بالخزامه والورد والقنفل والسنبل و معرفش شنو هذيك، شنو هي الزروده معرفتهاش. اولي هذيك هي جوج ديال الباكي، وحده ليا وحده لاختي ان شاء الله فاش تجي عندي غنعطيها ليها هي والحنه. خديت هاد الغسول الابيض، ها هو غسول ابيض، هذا مسقي بالماء ديال الورد كما كتشوفوا، هو مسقي بالماء ديال الورد زين فاتحته. هذا خديت هاد الغسول هذا اللي مصاوب بالعكر الفاسي، ها هو ان شاء الله غتشوفوا معايا كاع هادشي ان شاء الله في فيديوهات قادمه هكا شنو غادي ندير بهم وكيفاش غادي نستعملهم. خديت البنات هادو يعني مجموعه ديال الاعشاب كيجمعوا ليا هاد العطار هذا اللي كيكون هو صوبو مع اليد، يعني كتقولي له اعطيني الاعشاب الخاصين بالشعر كيجمعوا لك كل شيء، يعني تيقول لك يعني شنو عندك، واش الزغبه ديالك من يد ما ناشفه، كتقولي مثلا ناشفه، انا قلت له ما ديرش ليا فيها الحنه، حقا الصراحه الحنه اللي خديت غير على حساب الاخت ديالي، وتا خديت منها ناخذها شويه غير على قبل اللحم ديالي، اما يعني قبل الجسم، اما بالنسبه للشعر انا ما كنديرش حقا ديجا شعري ناشف. هادو قلت له انا الشعر ديالي ناشف، هو عطى لي هذا كنخلطو فقط مع زيت العود، كتاخذوا غير المقدار اللي بغيتي وكتضيفوا مع زيت العود وكتخلي مثلا واحد اسبوع حتى كي هذاك الزيت كيتشبع بهاد الاعشاب هادو، وعاد ديك الساعه كتبقي تشقي به الشعر ديالك قبل ما تدوشي. وخديت هذا يعني الاعشاب الخاصين بالوجه، صراحه فيهم كل شيء، فيهم الحمص مدقوق، فيهم الحلبه مدقوقه، فيهم بزاف بزاف ديال فيهم بزاف ديال الخلطات. المهم ان شاء الله ضروري غنشاركهم معكم. المهم بالنسبه لهذا قال لي من الاحسن انك تخلطيهم مع دارون السوس، حقاش كامل الدسم، حقاش قلت له انا وجهي بشره ديالي ناشفه وبعض المرات كتكون مختلطه، قال لي مع دارون السوس هذه احسن حاجه، ولا ديال المح ديال البيضه بلديه حتى هادو صراحه كنمشيو للعطار تنقول لهم جمعوا ليا جمعوا ليا صراحه. المهم تقريبا هادو 10 دراهم. المهم بنات ساليت بالنسبه لهادشي ديال التجميل، يعني هادشي اللي قدرت نجيب معايا، انا ما قدرتش ناخذ داك المحل كامل ولكن هادشي اللي قدرت نجيب معايا على حسب الثقل وراكم عارفين. المهم بالنسبه لهداك الشيء لاخر، بالنسبه لي انا كنستعمل بزاف العسل، لا ضروري عندي العسل، يعني شي حاجه اللي هي مهمه وضروريه. المهم خديت العسل هذا، العسل الحر ديال الليمون، دائما كناخذو عند واحد مول محلبه حدا الدار عندنا، اللي صراحه انا كنثق فيه بزاف، وكليانه ديالو الام ديالي والجده ديالي الله يرحمها قبل منا حنايا كاملين، وكنثقوا فيه. هذا العسل ديال الليمون انا تيعجبني بالنسبه للاكل، بالنسبه للماكله بالنسبة للبغرير والبطبوطه، هذا كيجيني احسن حاجه ممكن انني نستعملها. خديت منه 4 كيلو، هما مازالين هادو هنايا، وواحد الكيلو راني جا استعملته، خديت فيه واحد شويه. بالنسبه لهذا الخرطال طبيعي بيو كما كتشوفوا، خديت منه حتى هو واحد الكيلو، بغيت ان شاء الله نصاوب ديك الكومفليكس ديال هكذا، كومفليكس ديال الخرطال اللي كنصاوبو حنا في الدار ان شاء الله، دابا نشارك معكم الوصفه ديالو. خديت هنايا إلان، خديت زريعه الكتان، حتى هي زريعه الكتان صراحه حتى هي كنحتاجها بزاف. المهم راكم عارفين ان تمزيانه الشعر كنبغي يعني شحال مره بحال هكا، بالنسبه للكحه حتى هي الناس اللي عندهم كحه بزاف كطحنوها وكتخلطوها مع العسل الحر، كتعطيها الوليدات ولا لراسك انت صراحه، حتى زريعه الكتان هي مهمه كناخذها بزاف. الاخت ديالي كانت وصفتني صراحه باش نجيب ليها إلان والصوجه، هي جبتهم ليها صراحه، هما عندهم منافع
بزاف بالنسبه للناس اللي عندهم فقر الدم. وماما صيفطت معايا هاد العدس هذا البرتقالي هكا هو قالت لي يعطيه لختك. ها هو حتى هو هنايا خديت هنايا داك الورق ديال الصدر حتى هو مهم بزاف. هاد الورق الصدر بالنسبه لبعض المرات كنبغيو نديرو واحد لافاج للكريشه ديالنا حتى هو مهم بزاف. هاد الورق تاع الصدر تصور فيه الشفاء ومذكور في القران. خديت بالنسبه لي انا خديت الا المطحون هذا صراحه كنديروه في الشوربه كنديروه مثلا في السفوف كنديروه بزاف ديال الحوايج. وهذا راه مقلي ومطحون. خديت البزار ضروري البزار ديال المغرب شي حاجه لا يعلى عليها ماشي بحال ديال هنايا تيكون فيه الريحه وكيعطي واحد النسمه مزاله. خديت هنا الكمون كمون البلدي هنا خديت ليا هاد الميكه هادي واختي خديت ليها هاد الميكه هادي خديت ليا نص كيلو اختي خديت لها ربعه. هنايا الخرطال البلدي ديجا راه استعملت منه بزاف الخرطال البلدي ولكن هذا مطحون كنبغي ندير هكا بحال الحسوه وهذا حتى هو راه جد مغذي. خديت هنايا البلبوله حتى البلبوله حتى هي كنحتاجها شو راه تقبلت لي كنا راه تفرقات البلبوله. خديت الحلبه ماما عطاتني الزنجلان هذا الزنجلان عطاتو ليا ماما. خديت هنايا الطحميره وهادشي اللي كاين بالنسبه لداكشي اللي تقديت. المهم البنات بالنسبه لاش وقع ليا في المطار بعد ما حطني الاخ ديالي في المطار ديال محمد الخامس في النواصر. المهم دخلت كنت انا ووليداتي بجوج وكاينه لابوسيت حاطه فيها ولدي الصغير ولدي الكبير كان مسكين كيتمشى غير على رجليه. وكانت عندي يعني واحد لافاليز صغيره ولا فاليز كبيره وهذيك لافاليز الكبيره انا ديجا عندي في الدار هنا قبل ما نمشي كان عندي الميزان عبرتها وفعن. وماما ما كاش عندها عندك 3 فاليز ما وحده يعني بالنسبه لي انا وبالنسبه شدوا لافاليز ولا ما داوهاش. صراحه الله يعني تكرفصت بزاف حتى ولدي الصغير اللي عنده باقي ما كملش 4 سنين عطيتو لافاليز صغيره جرها. انا صراحه مابقاش عندي ديك الساعه الفلوس اللي كيت بقات عندي 5 اورو وهذاك الحاله واحد الحاله ما نعاودش لكم. يعني واحد المأساة ساعة في الجحيم اللي وقعت ليا. المهم البنات هز لافاليز ومشى عند البوليسي وقال ليه لا خليك عافاك قلب على قلب هاد لافاليز شوف اشنو فيها. وفعلا عيط ليا هذاك البوليسي وقال لي اختي